ضمن الظروف الراهنة ونظرا لضعف مداخل الأسر السورية وعدم مقدرة الكثير منهم على تكلف أعباء تسجيل أبنائهم في رياض الأطفال الخاصة، أطلقت وزارة التربية بالتعاون مع المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والأمومة اليونيسف مشروع استعدوا للالتحاق بالمدرسة في 10 محافظات سورية بهدف إعداد الأطفال قبل سن دخول المدرسة ليكونوا على استعداد للاندماج بالمدارس بسهولة والحصول على المهارات اللازمة. خطوة كتير ممتازة وخطوة كتير رائعة، يعني هاي الشيء بنطمح له، لأنه نحن كمعلمين صف بيجي الطالب عندنا عمر 6 سنوات أحيانا ما بيكون داخل دورة تحضيري روضات وكذا، فهي دورة عم تهيئنا أنه يفوت للعام للمدرسة جاهز كامل مكمل من كل شيء، بدون خوف بدون أي شغلات تانية أي ظروف بتأثر عليه، وكأدوات ووسائل يعني كلها تكنولوجيا جديدة عم تحافظ على نفسية الطفل، عم تهيئه بشكل كامل جسديا ونفسيا واجتماعيا كل شيء كل شيء. هدفنا الرئيسي من هذا المشروع هو استهداف الأطفال اللي ما سجلوا فئة أولى وفئة تانية لنهيئهم للدخول للمدرسة. بظل الظروف عم بنعاني كتير من فكرة أنه الأطفال ما عم بيفوتوا على روضات، يعني عم يفوتوا على الصف الأول، عم بيكون في مشاكل لهم بالتفاعل مع الأطفال الباقيين أو بالتقدم بالمنهاج، إن هم يمشوا مع المنهاج بسبب عدم تعرضهم لخبرات سابقة أو لتحضير للصف الأول. وفي قاعة مركز الشهيد باسل الأسد للتدريب في حمص حرصت مديرية التربية من خلال مدربيها المميزين على تأهيل العشرات من معلمي ومعلمات حمص ممن يمتلكون الخبرة للعمل في هذا المجال وتدريبهم على أسس ومبادئ تنظيم بيئة التعلم وإكسابهم الخبرات التعليمية الموجودة في المناهج. طبعا نحن عنا نسبة الدخول إلى الروضة نسبة كتير متدنية بالقطر، إن شاء الله هذا المشروع الرائد سيرفع من هذه النسبة. طبعا مشروعنا كتير رح يخلق فرص للأطفال وللمربيات وللأهل، لانه نحن كمان رح نكون على تواصل مع الاهل بشكل دائم. بس انا كمعلمه صف اول يجيني طلاب قسم داخل روضه قسم مانو داخل روضه، بتتفاوت كمان الروضات، كل روضه إلى خبرتها كل روضه إلى معلماتها، فنحن حاليا يعني بشكل عام انه عم نتفق على منهجيه وحده، بحيث لما تجي عن الصف الاول على الصف يعني بشكل عام طلاب اللي داخل بروضتنا رح تلاقي تقريبا نفس يعني نفس السويه نفس المستوى. عم نحضر دوره تدريبيه عن الروضات بده يفتحوا هون 36 روضة بحمص وريفة، ونحن عم نخضع لهي الدورة التدريبية إلى أهمية كتير كبيرة بالنسبة للعمر تحت 6 سنوات عمر رياض الأطفال، وعم نستفيد منها كتير وإن شاء الله بيكون المشروع ناجح. 46 شعبة ضمن مدارس حمص وريفها ستستقبل الشهر القادم الأطفال من الفئة العمرية الثالثة من 5 إلى 6 سنوات بشكل مجاني، وسيتم الاعتماد على الكراسات المخصصة لرياض الأطفال والتعلم عن طريق اللعب والأنشطة الهادفة. من مركز الشهيد باسل الأسد للتدريب في حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية.